السلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من بين قوسين نناقش فيها كارثه السيول التي حلت على المواطنين في محافظه مارب والعديد من محافظات الجمهوريه. منذ أسبوع تقريبا وحتى الآن لا تكاد الأمطار تتوقف عن العديد من محافظات الجمهورية، وهي في العاصمة المؤقتة عدن أشد وطأة، وحتى الآن لم يظهر أي مسؤول حكومي لطمأنة المواطنين. في مأرب أيضا المكتظة بأكثر من مليون نسمة كان لها نصيب من كوارث السيول خلال الأسبوع الماضي، سيول هادرة جرفت عشرات الخيام وأسفرت عن عدد من الضحايا، صور وفيديوهات مؤسفة عن طبيعة الوضع الكارثي سواء في مأرب أو في عدن أو في صنعاء منذ أسبوع وحتى الآن. ما حدث أو ما أحدث آثارا كبيرة أو أثار كثير من التساؤلات، خصوصا فيما يتصل بالتساهل من قبل مكتب أو مكاتب الأشغال والسلطات المحلية مع مسألة البناء العشوائي في مجاري السيول وقانونية إجراءات البيع والبناء في مكان يشكل خطورة على حياة المواطنين في محافظة مأرب. أيضا المحافظ سلطان العرادة كان قد وجه وبشكل إسعافي باستقبال النازحين المتضررين في فنادق المدينة على نفقة السلطة المحلية إلى حين يتم إعادة تأهيل مخيماتهم. نتساءل ما الذي تم حتى الآن وما المعالجة وما الخطط لتجنب أي كوارث مشابهة لذلك قد تحدث في قادم الأيام سواء في محافظة مأرب أو في الكثير من محافظات الجمهورية. هذه تساؤلات حلقتنا لهذا اليوم، وأبدأ مع ضيفي من مأرب الناشط الحقوقي رئيس منظمة حماية السيد علي التام. سيد علي، أسعد الله مساك، ونتساءل يعني ما هي الأوضاع اليوم في محافظة مأرب جراء كارثة السيول الأخيرة؟ أخي العزيز، تعرضت محافظة مأرب يعني إلى كارثة طبيعية يوم 15/4، عاصير رملية شديدة عقبتها مباشرة أمطار غزيرة كانت يعني متركزة في مدينة مأرب وضواحيها وبعض مديرياتها، خلفت هذه السيول الأمطار الشديدة إلى أضرار بشرية، ضحايا ما بين وفيات ومفقودين ومصابين، وخلفت أضرار مادية بالغة في مخيمات النازحين ومأواهم السكني وبيوتهم وأضرار أخرى يعني في الممتلكات، يعني عدد من المركبات والمحلات التجارية أيضا تضررت، وكل المخزون الغذائي في محلات أو في سكنات النازحين الذي تعرضت مخيماتهم وسكناتهم إلى الجرف أو إلى طيب ما هي أوضاع النازحين حاليا سيد علي؟ عن طريق نعم، ما هي أوضاع النازحين حاليا؟ حاليا النازحين يعتبروا في وضع شبه مستقر من الناحيه النفسيه، ناحيه الهلع والخوف، لكن فيما يخص استقرارهم السكني والمعيشي ايضا فهم لم يعني ليست بالحاله الجيده. النازحين هؤلاء الذي تعرضوا لكارثه السيول تفوق 6200 يعني في هذا الرقم 6252 او كذا، يعني اسره تعرضت الى يعني فقدت سكنها او مأواها، ما بين سكن ايجار وما بين سكن مخيم وما بين خيمه وما بين سكن ايواء وما بين تأثر جزئي يعني لهذه الاسر وما بين تأثر يعني كلي. فالوضع الآن أقول أنه من ناحية النفسية قد ربما أستقر، لأنه تعرضوا إلى خوف وهلع كبير جدا نتيجة الأمطار التي حصلت والسيول التي تدفقت عليهم، لكن هم الآن في حالة يعني مأساوية أو في حالة إنسانية شديدة وخطيرة جدا. موسم الأمطار لا زال مستمر، وكل يوم المطر يعني ينزل، وليس لأحد هنا أن يتنبأ متى سيكون خلاف ذلك. فحياتهم
لا زالت نعم. في خطر، سواء طيب من إذن، الناحية الجسدية أو من الناحية طيب إذن الأخرى. تكرم بالبقاء معي سيد علي، ابقى معي. ومشاهدينا سنذهب الآن سويا لمشاهدة هذا الاستطلاع من محافظة مأرب. يتحدث الناس عن الأوضاع في المحافظة بعد السيول التي تسببت بجرف الكثير من المنازل والمخيمات في المحافظة، نشاهد سويا. ما حصل في مأرب من كارثة طبيعية وفقدت كثير من المنازل أو كثير من أصحاب المنازل فقدوا منازلهم يعود لأسباب كثيرة. من ضمن هذه الأسباب هو البناء الغير قانوني من قبل كثير من الناس وعدم الرقابة من قبل أراضي الدولة والتخطيط لهذه المباني، وكذلك من قبل مكتب الأشغال العامة. مكتب الأشغال العامة كأنه غائب كلياً عن هذه المسألة. الأصل للسلطة المحلية أن تجري تحقيقا شاملا يشمل مكتب الأشغال العامة الذي لم يعد موجود أو غير موجود في الواقع لمراقبة أين يبني الناس في مجاري السيول. اكتفى بإرشادات ولوحات على الطريق وهذا لا يكفي. ارتفاع الإيجارات بالشكل الجنوني داخل المحافظة، وكذلك ارتفاع أسعار الأراضي في المناطق المفتوحة الأخرى. لذلك فر النازحون الذين لا يملكوا المبالغ يعني المتطلبة إلى هذه المناطق، مناطق ممرات السيول، لشراء الأراضي هناك بأرخص ثمن وبأثمان بسيطة ليبنوا هناك منازلهم وأحلامهم، كونهم يعني فروا من حرب، فروا من جحيم الموت إلى العيش بسلام وأمان في هذه المنطقة. إذن مشاهدينا هذا كان استطلاع من محافظة مأرب، وأعود مرة أخرى لضيفي عبر الأقمار الصناعية السيد علي التام. سيد علي مرحبا بك من جديد. يعني كان هناك تصريح لمحافظة المحافظة سلطان العرادة تحدث بأنه سيتم استيعاب النازحين في فنادق المدينة على نفقة السلطة المحلية، ماذا تم في هذا الأمر؟ هذا الأمر تمت استجابة طارئة يعني في حين وقوع الكارثة، وهذا واجب أخلاقي تقوم به السلطات المحلية يعني تجاه رعاياها أو حدث هذا بالفعل من الطبيعي ولو أنه أكبر من جن. هذا حدث بالفعل. هناك تم إيواء حوالي 580 أسرة في فنادق يعني في محافظة مأرب وفي مباني حكومية وفي التكافل الاجتماعي. التكافل الاجتماعي بمعنى أنه هناك أسر آوت أسر أخرى وهناك أسر آوت أكثر من أسرة. التكافل لا. الاجتماعي كان له دور كبير في استيعاب عشرات الأسر التي فقدوا يعني مأواهم وأصبحوا بلا مأوى ولا خيم ولا مباني سكنية شعبية كانوا شيدوها على مجرى السيول. فاستوعبت التكافل الاجتماعي بطبيعة الحال اليمنيين وفي مأرب أيضاً أنه استوعبوا كثير من النازحين، ولا زال هذا الاستيعاب موجود بفعل التكافل الاجتماعي. السلطة المحلية وجهت يعني في ليلتها حسب ما أنت ذكرت، وتم استيعاب بحسب التقرير ما يقارب 9% من هذه الأسر أو من هذا 580 الأسرة أو 85 الشخص، وفيما مباني حكومية 3% تقريبا من هذا العدد، وباقي الأعداد كانت في يعني لدى أسر أقارب أو لدى مخيمات أقارب وهكذا. نعم، إذن ابقى معي، ابقى معي سيد علي. أو رجال أعماله. نعم، إذن تكرم بالبقاء معي سيد علي. أرحب بضيفي، سينضم إلينا رئيس الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين في محافظة مأرب السيد سيف مثنى. سيد سيف مساء الخير. مساء النور راجح. أهلا وسهلا. أهلا بك سيد سيف. نتساءل عن مخيمات النازحين في مأرب ما بعد الإعصار الذي ضرب المدينة وكارثة السيول التي حلت. طبعا تحياتي لكم كل المشاهدين والضيف الكريم. أولا بخصوص المخيمات مأرب، أعطيك لفتة سريعة عن وضع مأرب والنازحين فيها. لدينا في الوحدة التنفيذية أكثر من 134 مخيم على مستوى المحافظة. نعم. التي تضررت حوالي 28 مخيم
على من ضمن المخيمات هذه، إضافة إلى الحارات والأماكن التي تمر في مجرى السيول. هذا الأضرار التي حصلت. الوضع لا زال الآن نوعا ما فيه استقرار بعد التدخلات التي حصلت من قبل السلطه المحليه ومن قبل الشركاء المحليين اللي موجودين في محافظه مارب، اضافه الى التدخل من قبل مركز الملك سلمان بتدخلات طارئه. لكن التدخلات نعم، لكن هي ما نسبه الضرر الذي او الاضرار التي لاحقت بالمخيمات؟ يعني هل يعني نستطيع القول بان المخيمات تضررت بشكل كامل وبالتالي تحتاج إلى إعادة تأهيل من أول وجديد، وأم أن الأمر فقط أضرار بسيطة وقد تم معالجتها؟ طبعا يا أخي الأضرار بشكل كامل عندنا، على قلت لك عندنا 134 مخيم. المخيمات هذه لا زالت من النوع الردي، خيام مع شرعان مع بعض الأماكن فيها صفيح أو مثله، هذه رديئة جدا. وحسب ال 28 اللي تكلمت فيه سابقا، هذه تتورط فيها يمكن حوالي 70 الى 80%. ومحافظة مارب مع شدة العصير اللي تحدث فيها، مع شدة الأمطار اللي تحدث فيها وشدة الحرارة في وقت الصيف، لا يتناسب مع هذه المأوى الطاري والخيام ومثلها. فنحن في الوحدة التنفيذية نسعى إلى إيجاد مشروع بديل نعرضه على السلطة المحلية وعلى الشركاء المحليين والدوليين حتى يتم الالتزام به، ونحن بصدد هذا المشروع بإعداده إن شاء الله في خلال هذا الأسبوع بإذن الله. نعم، طيب يعني بما أنكم الجهة المسؤولة بدرجة رئيسية والمباشرة عن مخيمات النازحين، نتساءل هنا يعني ما الذي قدمته منذ أن حلت هذه الكارثة وحتى الآن؟ طبعا نحن في الوحدة التنفيذية عملنا ندى استقالته الشركاء المحليين والدوليين، وتمت الاستجابة من قبل السلطة المحلية. أولا كان لها دور كبير، وجه الأخ محافظ المحافظة باستيعاب المتضررين الذين اضطرت منازلهم بشكل كامل، باستيعابهم في فنادق وفي أماكن حكومية ومدارس وغيرها، إضافة إلى فتح المستشفيات بالشكل بالمجان للجرحى. عندنا 550 جريح، من ضمنهم الجرحى يصل إلى 25 إلى 30 الجرحى اللي هي حالات حرجة، أما الآخرين تم إسعافهم إسعافات أولية. وهذه المستشفيات فتحت بشكل طبيعي وبشكل مجان، واشكرهم على ذلك. اضافه الى المجتمع كان له دور كبير، لكن الذي نتفاعل وندعو له للتدخلات عبر المنظمات، خاصه المنظمات الدوليه، لا زال تدخل ضئيل جدا جدا مقارنه بالكوارث التي حصلت. نعم، اذا ابقى معي سيد سيف، واعود لضيفي من مارب الناشط الحقوقي رئيس منظمه حمايه سيد علي التام. يعني سيد علي، لو تساءلنا عن المنظمات، يعني كيف تجدون أنتم حضور المنظمات بعد كارثة السيول التي حلت على المخيمات؟ قبل أن أتكلم معك وأجوب عليك في هذا السؤال، يعني كيف نقيم دورها تجاه هذا الوضع أو ما قبله، أريد أن أتكلم معك حول يعني من المسؤول يعني في محل. هناك مسؤولية يعني قانونية يعني وأخلاقية مترتبة على 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 هذا الأضرار التي حلت، سواء الأرواح أو المباني أو الخيم. نحددها أو نقيمها نحن كحقوقيين إلى ثلاثة مستويات. يعني المستوى الأول تتحمله السلطات الرسمية، وهذا في جانبها الحيلولة دون يعني الحيلولة قبل وقوع الكارثة، بمعنى أن السلطات الرسمية ممثلة بأي جهة؟ طيب ممثلة بكل الجهات المعنية، مسؤولة فيما يخصها مكتب الأشغال العامة معني بالتخطيط الهندسي، أقسام الشرطة معنيين بضبط المخالفات وتنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء بشأن المخالفين، أراضي وعقارات الدولة مسؤولة أيضا عن الحفاظ على
كل ما يخص الدولة ومنها ممرات ومجاري السيول والمساحات الخاصة بالدولة، يعني أن لا يتم الاعتداء عليها ولا تترك المخالفين أن يشيدوا فيها، وإذا ما تم ذلك فيعني عليها أن تبلغ وعليها أن تستعين بالأمن وعليها أن ترفع ملفات قضائية، وأعتقد أن مثل هذا يتم. ولكن هناك تماهي من قبل هذه الجهات، وعندما نتكلم عن السلطات الرسمية أو السلطات المحلية وكأننا يعني نخص السلطة المحلية الممثلة في رئيس يعني السلطة المحلية والوكلاء، وهذا لا، بالعكس السلطة المحلية يعني في أي محافظة أو البلدية أو رئيس يعني البلدية بشكل عام هي عبارة عن منظومة إدارية فنية تنفيذية يعني بشكل يعني متكامل. إذن كل معني فيما يخصه تجاه ما حصل. هناك أيضا يعني مسؤولية تقع على يعني من كانوا يملكوا أو ملاك أراضي قريبة من هذا الأماكن، استغلوا ظروف الناس وحاجتهم وبالتالي باعوا ما لا يملكوا لمحتاجين للبناء، وهؤلاء الآخرين أي الذي بنوا وفي ممرات السيول ألقوا بأيديهم إلى التهلكة، هم أيضا يتحملوا جزء من ذلك. أعتقد أن الجانب القانوني في ذلك أنه هل لديهم تراخيص؟ طبعا الحقيقة هنا طيب، ولكن سيد علي يعني أنت تتحدث عن كثير من الجهات التي يعني تتحمل مسؤولية، ولكن المواطن في أي محافظة كانت تعتبر السلطة المحلية هي المسؤول الرئيس وبشكل مباشر عن وضع هذا المواطن ومصالحه. يعني سلطة محلية في محافظة مأرب هي مسؤولة عن أي فساد سواء في مكتب الأشغال أو في يعني أي جهة، هي المتابعة والمسؤولة عن الأمر بدرجة رئيسية أمام المواطن. هذا بشكل طبيعي، هذا أمر طبيعي في أي بلد يعني في العالم، بأن السلطات المحلية هي المسؤولة أمام رعاياها ومواطنيها وضبط المخالفين والفساد وإلى آخره وعن مؤسساتها، وبالتالي هي لا تظهر المشكلات إلا عندما تحل مثل هذه الحوادث، تظهر المشكلات ويتضح الفساد جليا. لذلك ندعو من هذا المنبر أن يعاد تقييم أداء هذه الجهات المعنية للمحافظة على ممتلكات الدولة أو للتماهي مع من يقومون بالمخالفات ويرتكبوها، سواء أنها دفعتهم الحاجة لذلك أو أنه حصلوا الشيء الأقل أو الرخيص أو إلى آخره، وبالتالي هم يعني عرضوا أنفسهم وعرضوا غيرهم للضرر، لأن هناك من تضرر لم يكن في مجاري السيول ولم يكن في المخيمات، بل أنه انسداد فتحات ومدارب السيول أثرت عليه واتجهت السيول إلى منحنيات أخرى وهدمت بيوت وتضررت منها يعني محلات تجارية وغيرها. هناك مسؤولية أخرى أخي الكريم تتحملها المنظمات الدولية، وهذا يعني يرتكز في مخيمات النازحين. مخيمات النازحين لم تتدخل هذه المنظمات منذ وجدت في مأرب، يعني بشكل متواتر، وخصوصا في العام 2019 والعام 2020 لم تتدخل بإعادة تأهيل أي مخيم من الموجودة، وإن كان هناك مخيمات جديدة وهناك مخيمات بالفعل جديدة يعني تم إنشائها وجاءت لها حالة طارئة بعد أحداث العام 2020. من يناير 2020 كانت هناك أحداث، يعني أحداث المواجهات في الفرضة ثم أحداث الجوف، هذه أدت إلى موجات نزوح غير مسبوقة وغير مرتب لها وغير يعني أكبر من جهود السلطات سواء في مأرب وحتى الحكومة، وبالتالي المنظمات هنا لم يعني تعر الموضوع أي اهتمام في أنها تعمل مخططات هندسية أو تدعم مخططات هندسية لمخيمات النزوح وتعمل سواتر ترابية في المخيمات التي في العراء، ومنها مخيم السويدة، وهذا أحد المخيمات التي تضرروا الناس فيه صحيا وجسديا وفقدوا يعني هناك حالات وفيات من الأطفال والنساء في هذا المخيم. يعني من المسؤول عن ذلك؟ هل نقول أنه يعني السلطات فقط؟ أنا هنا لا أعفي السلطات، ولكن أيضا أريد أن أحمل المنظمات الدولية مسؤوليتها. أنا أكلمك اليوم وأنا رجعت قبل المغرب أثناء الاتصال بمن لديكم من هذا المخيم الذي هو السويداء، وهو يتبع لأحد المنظمات الكبرى الدولية الموجودة في محافظة مأرب، ومنذ الكارثة من يوم 15 إلى اليوم 21 لم يتم أي استجابة طارئة من قبل هذه المنظمة ولو في حدها الدنيا، إلا ما جادوا به التكافل الاجتماعي من بطانيات وفقط، وهؤلاء فقط يعني دمرت خيامهم التي يسكنوا فيها وشبكات الخيام التي يسكنوا فيها، بل فقدوا يعني أطفالا وامرأة
يعني لا زال طفل حتى اليوم من أسرة واحدة يعني مفقود حتى الآن من الذي جرفه مسيل. طيب ابقى معي. إذن ابقى يعني ابقى نحن هنا لا يجب أن نسكت. نعم، إذا ابقى معي سأعود إليك مرة أخرى. أذهب لي السيد سيف مثنى رئيس الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين في مأرب. يعني هناك تساؤل مهم سيد سيف، هناك أرواح يعني فقدت جراء كارثة السيول، هناك أيضا أضرار كبيرة لحقت بالمواطنين، يعني من هي الجهة المسؤولة والمعنية بتعويض هؤلاء الناس؟ طبعا أخي فيه تسمعني؟ نعم أسمعك. أقول فيه الإحصائية اللي موجودة عندنا 9 وفيات اللي حصلت، عندنا 550 جرحى من ضمنهم 30 حالتهم خطرة. تواصل كان أولا كان السلطة المحلية كان لها دور كبير، الأخ محافظ المحافظة أعلم بهذا في بداية أول يوم يتم تسليم لكل الضحايا من 1,000,000 ريال لكل شهيد، والجرحى من 200,000 ريال. هذا تم عبر الوحدة التنفيذية، ولكن هذا عبر هذا من قبل السلطة المحلية، أما من قبل المنظمات ودورها إلى الآن لم يتم أي شيء ولا أي تعويضات في هذا الجانب. وناشدنا والتقينا أكثر من مرة وعملنا نداء استغاثة، لكن لا زالت التدخلات. يعني لكم تواصل مع هذه المنظمات ولكن لم تجدوا استجابة حتى الآن؟ نعم في تواصل، لازلنا بلقاءات معهم، واليوم التقينا مع المنظمات الكلستر حق الإيواء وكلستر المياه، عرض علينا في كل المنظمات العاملة ما في جعبتها ما في مخازنها من التدخلات، لكن عندما عرضت التدخلات قارناها بالاحتياج اللي موجود في حاله الكارثة هذه، وما يصل الى 15 الى 20%، اضافة الى الاحتياج السابق. لا زال عندي احتياج من الكارثة الذي حصلت من النزوح الذي حصل من الجوف من المجزر، عندي احتياج حوالي 50-60 الى 70%، لا زالوا عدهم الى الان لا زالوا ساكنين عند اقاربهم. نحن الان في الوحدة التنفيذية نلقى عبء كبير مع في التسكين، لدينا احتياج كبير في المأوى، والان فنادق مأرب مليانه كامل بعد توجيهات الاخ المحافظ المحافظه، الفنادق مليانه كامل بالنازحين، اضافه الى المدارس، اضافه الى الاماكن الحكوميه، اضافه الى المجتمع يعج بالسكان. في تواصل معنا من قبل الاسر المجتمعيه، البعض يشكي يقول عندي 9 اسر، عندي 12 اسره لابد من لهم حل سريع. التدخلات حسب ما قلت لك لا زالت ضئيلة جدا مقارنة بالكوارث التي حصلت. نعم، إذا ابقى معي سيد سيف. أعود لمرة أخرى لضيفي من مأرب السيد علي التام. يعني سيد علي، المنظمات الحقوقية، يعني أنتم كمنظمات محلية هل لكم تواصل مع هذه المنظمات وعلى وجه التحديد التي ذكرتها بأنها هي من أنشأت بعض المخيمات، وبالتالي وجدتم إلى الآن لم توجد أي استجابة بعد هذه الكارثة، هل تواصلتم مع هذه الجهات؟ ما هي الردود؟ نحن نتواصل معهم يعني كمنظمات مجتمع مدني ومنظمات حقوقية أو منظمات مجتمع مدني أخرى في محافظة مأرب مع هذه المنظمات، ولدينا معها يعني أكثر من قناة تواصل، سواء عن طريق الجروبات التي تجمعنا أو عن طريق الكلسترات. الاستجابة يا أخي العزيز تأتي متأخرة. أنا عندما حدثتك اليوم عن هذا المخيم كنت أنا برفقة الأخ الأستاذ سيف الذي يكلمك قبل قليل، وهو نزل أيضا ليأخذك عينة عشوائية ويقيم ماذا قد تم بحال أهل هذا المخيم، وبالتالي لم نجد شيء يذكر على الواقع. فتواصلنا معهم بالنسبة لنا كمنظمات حقوقية هو يعني تواصل من حيث الإحالة وإحالة الحالات هذه، سواء يعني حالات متضررة من السيول أو غيرها، والبحث لهم عن مساعدات والبحث عن سد حاجتهم. لكن يعني دورنا بالنسبة لنا أو تجاهها، نحن لسنا غير سلطة رقابية على أداء مثل هذه المنظمات. أعتقد أنه المسؤول عن الضغط ومراجعة ومراقبة يعني وتقييم أداء المنظمات هي السلطات المحلية المعنية بذلك، حتى الوحدة التنفيذية أعتقد أن دورها ليس
تنفيذي تجاه المنظمات بقدر ما هو تنسيقي وإعداد قواعد بيانات وتهيئة الأجواء والمناخات ومساعدة هذه المنظمات لتقدم تدخلاتها. نعم، لكن سيد علي، يعني في مسألة هذه المخيمات، هل درست مواقع هذه المخيمات قبل الإنشاء بحيث أنها تكون بعيدة عن مجاري السيول وتكون يعني أقل ضرر إذا حدثت أي عاصفة أو إعصار، يعني كما حدث في الأيام الماضية، أم أن الأمر لم يكن مدروس بذلك القدر؟ هو في الحقيقة قلت لك أحداث يناير 2020 يعني ألقت بظلالها على كل الجهات في محافظة مارو، سواء السلطات الحكومية أو المنظمات أو الوحدة التنفيذية أو المجتمع المدني أو المجتمع المضيف، لأنها كانت موجة النزوح أكبر مما كان الناس يتوقعوا، اللي حدث من المجزر ومن الخانق وثم تلا ذلك الجوف. فأقول أنه هي بالتأكيد لم تكن مدروسة. الأسباب، أولاً النزوح كان مفاجئ وبشكل كبير، وبالتالي يعني النازحين وضعوا الناس أمام أمر واقع، وضعوا خيامهم في المكان الفلاني، وبالتالي ما عليك إلا أن تأتي أن تقدم لهم الاستجابة الطارئة في ذلك الوقت الذي قد وصلوا إليه. هذا واحد. اثنين، الشيء الجانب الثاني، العقارات لم تكن تمتلك السلطات المحلية في يعني محيط المدينة الذي فيه جميع الخدمات، لم تكن تمتلك عقارات كبيرة ولا لديها يعني ولا هناك أيضا ملاك عقارات ممكن أن يهبوها أو يمنحوها أو يأجرها للسلطات، وبالتالي كانت هذه المخيمات بعيدة قليلا عن يعني في ضواحي المدينة، ولكنها في أماكن قريبة من السيول التي مثلا في مخيم السويدة أو مخيم الميل أو كانوا قريبين، لأنه المكان نفسه أو المحيط يعني الذي فيه المخيم يوجد فيه الأمطار نفسها تصنع من هذا المكان أخاديد للسيول، وبالتالي أي سيل ممكن يجرف أي طفل أو أي خيمة من خلاف الإعصارات. لكن بقية المسؤولية يعني عندما وجدت هذه المخيمات، هل كان هناك من يتدخل بعمل حواجز ترابية يعني تصريف السيول؟ هذه لم توجد، لأنها حسب ما أكلمك أكبر من إمكانات السلطات في مأرب. لكن المعني بذلك يعني قد يقال المنظمات تأتي تدخلاتها إلى حد الآن تدخلات طارئة واستجابة سريعة، ورغم أن الاستجابة السريعة لا نجد مخزون طارئ يعني يسد حاجة الناس الأساسية والطارئة عندما تحل، سواء كوارث السيول أو الحريق أو كوارث النزوح التي حلت يعني في العام 2020. إذن هناك يعني خلل يجب أن يعاد تقييمه في أداء هذه المنظمات وفي أداء أيضا السلطة المحلية وفي رقابتها. لا يمكن أبدا أن تشيد أو تبنى مخيمات إلا بعد تخطيط هندسي وبعد موافقة وبعد دراسة وتكون وفقا لما ذكره الأستاذ سيف، يعني هناك يعني مأوى مستدام وليس خيمة تأتي الرياح وجرفتها، لأنه هذه جرفتها الآن الأمطار. طيب الصيف القادم إذا لم يكن أمطار فهناك أقبرة وأتربة ورياح عاتية في مأرب على مدار الصيف، والصيف عندنا 6 أشهر والشتاء 6 أشهر في مأرب، لا عندنا غير فصلين. إذن وضحت الفكرة، شتاء 6 أشهر برد إذن على أصحاب المخيم. وضحت الفكرة سيد علي، ابقى معي أعود مرة أخرى لرئيس الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين في مأرب سيد سيف مثنى. سيد سيف، أتساءل هنا يعني ما هي التحديات التي تواجهكم اليوم بعد أن حلت هذه الكارثة على المخيمات؟ طبعا أخي التحديات كما كنا سألفنا الموضوع الإيواء اللي هو الاحتياج في مجال الإيواء والتسكين، نحن أكثر الاحتياج عندنا في مجال الإيواء والتسكين ومواد الإيواء، هذا أهم الاحتياج إضافة إلى الصرف الصحي والمياه. طبعا أعطيك فكرة بخصوص لماذا التدخلات لا زالت في محافظة مأرب من قبل المنظمات. للأسف يا أخي أن محافظة مأرب لا زالت تتبع المركز الإنساني أحد صنعاء، فنحن طالبنا بهذا الشيء ونطالب عبركم أن الحكومه بقياده الاخ رئيس الوزراء دكتور معين على ان يخاطب الخارجيه مع يخاطب الامم المتحده على ان يكون مأرب مركز انساني مستقل، لان مأرب لا زالت تتبع المركز الانساني اللي بصنعاء، وانت تعرف هذا الشيء اذا ظل هذا الشيء يتبع، اذا ظل مأرب يتبع المركز الانساني صنعاء تظل التدخلات كما هي.
نزوح كبير جدا في مأرب. مأرب تحتوي أكثر أعداد من النازحين لدينا الآن في مأرب. قبل في 2014 كانت أعداد السكان 600 ألف، الآن أكثر من 3 مليون في مأرب. مأرب تعتبر من أكثر المحافظات في الجمهورية في تعداد السكان. إضافة إلى أن مأرب منذ خمس سنوات لم تدخل في الاستجابة الإنسانية، خطة الاستجابة الإنسانية. المحافظات شملت كامل في خطة الاستجابة الإنسانية، لكن مأرب إلى الآن 2019-18 وطالبنا في 2020 وعملنا خطة. ما الأسباب برأيك؟ في ضمن الاستجابة الإنسانية، لكن للأسف لم تدخل الآن. ما الأسباب برأيك يعني؟ الأسباب لأن المأرب ما زالت تتبع المركز الإنساني في صنعاء. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك السيد سيف مثنى، رئيس الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين في مأرب، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وأعود مرة أخرى لضيف الناشط الحقوقي علي التام. سيد علي، يعني هناك حديث كثير بأن هناك فساد في مكتب الأشغال العامة، وهناك منح تراخيص للكثير من الناس بالبناء العشوائي خلال الفترة الماضية، وبالتالي حدثت هذه الكارثة وجرفت الكثير من المنازل. اليوم من الجهة المسؤولة عن محاسبة من منح هؤلاء الناس التراخيص، وأيضا من الجهة المعنية بتعويض الناس؟ طيب أخي الكريم، نحن ليس لدينا يعني أدلة مادية عن حجم الفساد أو التقصير في مكتب الأشغال العامة، ولكن كارثة السيول هي أظهرت يعني أن هناك إخفاقات وهناك تقصير وهناك هو تساؤل يعني من أين أتت هذه المباني؟ إذا لم تحصل على ترخيص، من الذي سمح للناس ببناء منازل في مجرى السيول وأماكن عشوائية؟ يعني هنا فساد واضح في الأمر، يعني دون يعني معرفة من الجهة ومن هم الأشخاص، ولكن القضية واضحة. هناك فساد وهناك خلل وهناك تقصير، وهذا اتضح جلياً. إذن المؤسسات التي المعنية بهذا ومنها مكتب الأشغال العامة بالدرجة الأولى يجب أن يحاسب، وعليه أن يدافع على نفسه، وعليه أن يظهر البينة. أنا يعني إذا ما نظرنا للأمر من زاوية أخرى، زاوية يعني المسؤول وحملناه مسؤوليته من أجل اتقاء لما هو قادم يعني، ونريد أن نضع حد لمثل هذه الخلل والتهاون، إذن علينا أن نحاسب المقصر أو الفاسد ونعوض هذا المتضرر من هذا الفاسد أيا كان، مسؤول صغير أو كبير. ولكن هناك أيضا جهات أخرى حسب علمنا في المنظمات الحقوقية بعد هذه الكارثة. نحن سألنا هذا السؤال الذي أنت تسأله، ولكن ليس بالعلن ولا عبر الإعلام، إنما بطرقنا الخاصة، وحاولنا أن نتقصى الحقائق. وجدنا على أن هناك يعني عشرات الملفات أحيلت للقضاء بمخالفين. هؤلاء المخالفين يعني شيدوا أو بنوا في ممرات السيول أو في أماكن للسلطة، يعني أراضي تبع السلطات يعني تبع الدولة، وظلت يعني هذه الملفات في النيابة. النيابة هنا يعني تتحجج على أنه ما لا الجهة الذي أحالت إلينا الملفات، سواء أشغال عامة أو التخطيط العمراني اللي هو مكتب أو أراضي وعقار الدولة، لم يتابعوا هذه الملفات. عندما تسأل لماذا لم تتابعوا هذه الملفات أنتم كجهات رسمية، يعني سواء في مكتب الأشغال العامة أو المكتب الآخر الأراضي، سواء الفروع التي في المدينة الذي يعتبر فرع للوزارة، أو الشعب الصغيرة التي في مديرية مدينة الوادي، هم هنا يقولوا نحن ليس لدينا الإمكانات على أن نوفر محامي. وبالتالي أصبحت يعني التماهي والتقصير في يعني أدى إلى هذه النتائج السيئة والمأساوية. استغلها أيضا المواطن، سواء يعني لحاجته، واستغلها المواطن الآخر الذي ممكن أن يبيع أو يشرع لهذا الذي أتى أن يشيد أو يبسط. وبالتالي أصبحت يعني المسؤولية على الجهات الحكومية بدرجة أساس. أضف إلى ذلك أيضا الأمن يعني يستعان بهم لتنفيذ يعني قرارات الدولة والمنع والحجز والمخالفات، ويقول لك هم يبنوا بالليل، يعني هم كانوا يبنوا بالليل وإحنا نأتي بالنهار. طيب يا أخي، وعندما أتيت النهار
قال خلاص ما عاد حصلناهم، طيب يعني يتركوا إلى الليلة الأخرى وبنوا. طيب يا أخي العزيز اجلس حتى أحرس في هذا المكان، أنت هنا إذا وقفت ومنعت يعني واحد أو اثنين أو ثلاثة أنت ستوقف يعني 300 بالفعل يعني مخالفة قادمة، وإن نعم تركت يعني مخالفة واحدة فتكون النتائج هكذا. إذن الأمن أيضا يتحملوا مسؤولياتهم. نعم. النيابة مسؤولية مشتركة وتقرير وتفسير واضح للعيان. يعني سيد علي المسؤولية مشتركة والتقصير واضح للعيان من جميع الأطراف، يعني أن يكون مبرر أنه لا يوجد تكاليف محامي ليس بمبرر، وأن أيضا لا تلتزم الأجهزة الأمنية بمسألة ضبط هؤلاء ليس مبرر، وبالتالي الجميع يتحمل مسؤولية. هنا انتهى وقتنا معك، أشكرك جزيل الشكر السيد علي التام ناشط حقوقي، كنت معنا من محافظة مأرب. ومشاهدينا نذهب الآن لنركز بالدقائق الأخيرة على الوضع في العاصمة المؤقتة عدن، هناك أمطار غزيرة تشهدها المدينة خلال الساعات الماضية. للاطلاع على الوضع أكثر سأرحب بضيفي من عدن المحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني. سيد عبد الرقيب مساء الخير. مساء النور شادي عليك وعلى السادة المشاهدين. أهلا بك سيد عبد الرقيب، يعني لو تضعنا في صورة عن الوضع في عدن، يعني ما هي الأوضاع حاليا؟ طبعا ما حصلت اليوم من أمطار غزيرة في عموم مدن ومناطق محافظة عدن، يعني هذه الأمطار أو هذه السيول الغزيرة التي امتلأت في الشوارع يعني كانت عبارة عن سابقة، نحن لم نعهدها في جيلنا نحن يعني خلال 30 عاما يعني الماضية. بالتالي اليوم هناك ضحايا وهناك أضرار كثيرة. قبل قليل أعلن مدير عام مديرية كريتر وهي المديرية الأكثر تضررا بأمطار السيول أن هناك أربعة ضحايا جرفتهم السيول، لا يكاد منزل يعني يتواجد في مدينة كريتر إلا وأصابته الأضرار على درجات متفاوتة. البنية التحتية منهارة في عدن. اليوم اكتشف أبناء عدن اكتشفوا أنهم يعني يقفون مكشوفين بدون ظهر. هو هذه النقطة يعني الأهم، يعني نأتي إلى موضوع الجهة المسؤولة. يعني لو عدنا إلى عصر اليوم هاني بن بريك يتحدث في تغريدة بأنه يحمل الشرعية مسؤولية يعني ما خلفته أضرار الأمطار وأيضا مسؤولية الوضع في العاصمة المؤقتة عدن، وبالمقابل رئيس الوزراء معين عبد الملك كان له تصريح منذ قليل يتحدث بأن من يسيطر على عدن اليوم هو من يتحمل مسؤولية الوضع هناك. يعني كيف نفهم الأمر ومن المسؤول برأيك؟ بكل تأكيد عدن محافظة مختطفة من قبل الميليشيات، لكن إجمالا ثلاثة يعني جهات تتحمل المسؤولية. الأولى هي الميليشيات، المجلس الانتقالي الانقلابية التي استولت على السلطة وهي اليوم بمثابة سلطة في الأمر الواقع وتتحكم بكل شيء في عدن وطردت الحكومة الشرعية. الجهة الأخرى الثانية هي الحكومة الشرعية التي أبقت أبناء عدن رهينة لهذه الميليشيات لتعبث بها. عدن مدينة مختطفة واليوم رئيس الوزراء أعلنها مدينة منكوبة. كذلك التحالف العربي يتحمل المسؤولية باعتباره اليوم من يدير المشهد في عدن وهو الذي أوجد هذه الميليشيات التي. لكن هل ما حدث اليوم يعني هو بسبب سيطرة الميليشيات على المدينة أم يعني نتيجة لفساد متراكم منذ سنوات طويلة؟ إجمالا البنية التحتية في عدن لم تكن مهيئة لهذه الأمطار، وكما ذكرت لك أنها يعني تعتبر سابقة جديدة لم نعهدها نحن في جيلنا. البنية التحتية مدمرة، كذلك العشوائي الذي انتشر بشكل مريع خلال الثلاث سنوات الأربع الأخيرة من تواجد الميليشيات سدت حتى منافذ السيول، الشوارع مغلقة، القمامة متكدسة وأغلقت حتى بعض مجاري المياه. الأمور مشتركة عبارة عن تراكمات وعبارة عن عبث حالي ولعدم وجود يد
تساعد ويعني تخرج وقت الأزمة ووقت الأمطار وتساعد المواطنين. معظم كثير من البيوت. طيب هو سيد عبد الرقيب، يعني بعيدا عن المهاترة السياسية والمناكفات الحاصلة، يعني ما الذي يجب فعله اليوم لإنقاذ المواطن جراء هذه الكارثة؟ اولا يجب ان تعود عدن الى وضعها الطبيعي، ان تكون هناك مؤسسات البنيه التحتيه، الخدمات يعني اجمالا مشلوله في عدن. بالتالي اليوم هذه الميليشيات هي التي تعبث في عدن. علينا ان نعيد عمل المؤسسات وان تعود الحكومه الشرعيه لتمارس مهامها في عدن وان تطلع بدورها، لاننا اليوم امام ميليشيات تعبث ثم تلقي باللائمة وبالمسؤولية على غيرها كما قال هاني بن بريك في تغريدته. بالتالي على التحالف العربي أن يتحمل مسؤوليته تجاه عدن وأن يعني يسمح بقيام الدولة حتى تطلع بواجباتها. يجب يعني اليوم على الحكومة أن تتحرك إلى أبناء عدن وأن يعني تقوم بتعويض المتضررين وأن تقوم بمساعدتهم وأن يعني تستعيد العافية. اليوم معظم الكثير من البيوت في مدينة كريتر تحديدا يعني أصابها الكثير من الأضرار، وفي مناطق أخرى في المعلة وفي القلوعة وفي التواهي. عدن منكوبة بكل ما تعني الكلمة من معنى، وعلينا اليوم ألا نتبادل الاتهامات ولكن نريد شيئا عمليا يعود بالنفع لصالح المواطنين. نعم، أشكرك جزيل الشكر سيد عبد الرقيب الهدياني، صحفي كنت معنا من العاصمة المؤقتة عدن. ونكتفي بهذا القدر مشاهدينا، ونسأل الله السلامة لجميع المواطنين جراء الأمطار المستمرة في أكثر من محافظة. ونصل إلى ختام الحلقة، تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميل ودي عطا، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله ورعايته.